في إطار متابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله لمراحل العمل التي أنجزت في المشروعات التنموية والخدمية التي وجه سموه بها لخدمة المواطنين، قام معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بزيارة مشروع سعادة في المحرق. وخلال الزيارة التي أجراها معاليه إلى مشروع سعادة بحضور عدد من أصحاب سعادة الوزراء والمسؤولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، اطمأن معاليه إلى تقدم العمل في الجزء الغربي الذي يمثل المرحلة الأولى من هذا المشروع، والذي يعد واحدا من أكثر المشروعات الاستراتيجية التي تقام في محافظة المحرق، وتحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وذلك التزاما من الحكومة الموقرة برئاسة سموه بتنفيذ ما ورد في برنامجها حتى العام 2022. معربا معاليه في هذا الصدد عن شكره وتقديره الجزيلين لسمو رئيس الوزراء على توجيهات سموه الرامية إلى الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية للمواطنين وإنشاء وتطوير المرافق العامة. وقد بلغت نسبة الإنجاز الكلي في المرحلة الأولى من مشروع سعادة 64%، والتي من المتوقع أن تنتهي في وقتها المحدد خلال الربع الأخير من العام الجاري. وتتضمن أعمال هذه المرحلة إنشاء 7 مبان وصلت نسبة الإنجاز فيها 81%، وهي تضم 32 محلا تجاريا متعدد الاستخدام من مطاعم ومقاه ومحلات ترفيهية موزعة على 6 مبان تتراوح مساحتها بين 15 و570 متراً مربعا، إلى جانب مبنى متعدد الأدوار لمواقف السيارات يوفر 177 موقفا، بالإضافة إلى 25 موقفا خارجيا. أما الأعمال الخارجية للمشروع فتتكون من المنتزه العام والساحات العامة، علاوة على مرفأ مكون من 37 موقفا بحريا مخصصا للمراكب. كما اطلع معاليه على التصاميم الأولية لأعمال المرحلة الثانية من مشروع سعادة التي تقع في الجانب الشرقي من شارع خليفة الكبير بالقرب من تقاطع شارع الشيخ حمد السريع مع شارع الغوص وشارع خليفة الكبير مقابل الجزء الغربي من المشروع نفسه، والتي من المتوقع أن تبدأ بتزامن مع الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 12,000 متر مربع. وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن تمنياته في أن يحقق مشروع سعادة رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر التي حولت هذا الموقع الاستراتيجي إلى مقصد سياحي مهم، وذلك مع قرب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى منه، مؤكدا معاليه أن توجيهات ومتابعة سمو رئيس الوزراء ألهمت جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل بهمة وعزيمة عاليتين ليحقق المشروع الأهداف التي أنشئ من أجلها، والتي يأتي على رأسها إعادة ربط جزيرة المحرق بواجهة مائية ذات مكونات عصرية تحاكي البيئة البحرية التي تمتاز بها المحرق، والتي يعتبر البحر جزءا من هوية أهلها وتاريخها العريق. كما أثنى معاليه على الدور الذي يطلع به القائمون على شركة البحرين للاستثمار العقاري إداما، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، والتي أسندت إليها مهمة الإشراف وتنفيذ المشروع مطلع يوليو 2018، ليصبح مشروع سعادة واحدا من أهم المشاريع التي تتضمنها محفظة إداما إلى جانب مشاريع أخرى من قطاعات مختلفة. من جانبه رفع سعادة السيد خالد عمر الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة إداما خالص الشكر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ما يحظى به المشروع من متابعة حثيثة من لدن سموه، وذلك انطلاقا من حرص سموه على تنفيذ المشروعات التنموية الخدمية الموجهة إلى المواطنين، وإلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على دعم الشركة في إنجاز هذا المشروع وغيره وفق ما هو مخطط له.
وأكد الرميحي أن شركة إيداما لن تدخر جهدا في سبيل مواصلة تطوير الاستثمارات العقارية الحكومية وتوظيفها بالشكل الأمثل، ومن بينها مشروع سعادة الذي يعد جزءا من الاستراتيجية طويلة الأمد للشركة. لتوفير المقومات السياحية أمام المواطنين والمقيمين والزوار، ولربط سوق المحرق التاريخي بواجهة بحرية عصرية معززة بالخدمات والمرافق الترفيهية، اطلع معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات، رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، على تقدم سير العمل في مشروع سعادة الاستراتيجي بالمحرق بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. هذا واستمع معاليه إلى تفاصيل تشييد المشروع الذي تنفذه شركة محمد جلال للمقاولات على عدة مراحل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الأخير من العام الحالي. يعتبر مشروع سعادة من أهم المشاريع عند إدامة، يعتبر موضوع مشروع استراتيجي على الواجهة البحرية في المحرق. المشروع متكون من 8 مباني، المباني بتحتوي على مقاهي ومطاعم، وبيكون مشروع سياحي عائلي، بيكون في جزء يعني يخدم العوائل، وبيكون يعني بالتنسيق مع هيئة السياحة والجهات الحكومية الأخرى لتعزيز السياحة في البحرين. والله نطمح أن المشروع يكتمل قبل نهاية السنة إن شاء الله، ونفتتح إن شاء الله مع المستأجر الرئيسي، يكون في افتتاح في 2019 إن شاء الله. ونتمنى أن المشروع يعني يكون مشروع ناجح، والآن إحنا في مرحلة التأجير، ونتمنى أن تكون لنا أسامي جديدة إن شاء الله نضيفها إلى ساحة السياحة في البحرين، ويكون داعم للاقتصاد إن شاء الله. مشروع سعادة بالمحرق يشتمل على مواقف للسيارات متعدد الأدوار يخدم سوق المحرق، ويتسع لأكثر من 200 سيارة، بالإضافة إلى منتزه عام وساحات عامة، علاوة على مرفأ بحري. المشروع مشروع سعادة المرحلة الأولى مشروع استراتيجي، احنا حين ابتدينا فيه في شهر جولاي 2018، وسيتم الانتهاء فيه على نهاية نوفمبر 2019. طبعا المشروع اكتمل اجمالي نسبة الاكتمال 64%. المشروع يتكون عبارة عن 7 مباني، 6 مباني بتكون تجارية، ومبنى بيكون حق الخدمات العامة ويا مواقف سيارات. عدد الإجمالي مواقف السيارات اللي بتكون في هاي المشروع 202. ويندرج هذا المشروع الاستراتيجي ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية التي توليها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كل الدعم والاهتمام والمتابعة، وذلك في سبيل تقديم خدمات مجتمعية فريدة ومتميزة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء. نسبة الإنجاز في المباني وصلت 81%، المبنى الأول والثاني وصلوا 95%، الحين في مرحلة نهائية تشطيبات، من خلصنا الصباغة وحين قاعدين نركب الأجهزة الكهربائية والميكانيكية مثل الإضاءة. المبنى الثالث والرابع وصلوا 90%، وبعد في المرحلة النهائية في مرحلة التشطيبات. المبنى الرابع، المبنى الخامس الحين في نسبة 50%، بنبتدي الحين في البلاسترينج والصباغة وبناء الطابوق والجدران. والمبنى السادس الحين في مرحلة السقف، بنخلص بناء السقف وبنبتدي بعد، وفي نفس الوقت بدينا في الطابوق والجدران. والمبنى السابع مثل المبنى الأول والثاني 95% وصل، بس في مرحلة التشطيبات النهائية الحين. مبنى مواقف السيارات فهو الحين وصلنا على النصفين، النصف الأول وصلنا للطابق الثاني، والنصف الثاني وصلنا للطابق الأول، وإن شاء الله راح ينتهي في نهاية مع نهاية المشروع. ومن المؤمل أن تبدأ أعمال المرحلة الثانية من مشروع سعادة بالتزامن مع انتهاء أعمال المرحلة الأولى في الربع الأخير من العام الجاري، ليستقبل هذا المشروع الاستراتيجي زواره من أهالي المحرق خصوصا والبحرين عموما مع مطلع العام القادم. هذا المشروع الاستراتيجي الذي يضم 7 مباني و32 محلا تجاريا
سيسهم في دفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني للأمام، ويعتبر من أهم المشاريع التي تطل على الواجهة البحرية. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.